عاد صافا لاباس عليكم كيف بقيتوا شويه كنتمنى تكونوا في احسن ظروف ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا ومرحبا معكم، مرحبا بكم في القناه ديالكم هنا في قناتها صحتي في جمالي وجمالي في صحتي. مرحبا جداد، مرحبا بالناس القدام، مرحبا بالجميع. كنرحب جميع الاخوات والاخوان يلاه تنضموا للقناه ديالي، وكنرحب بالقدام ضروري، وكنشكر جميع المتتبعات صراحه اللي كيجيو اللي عندي الباغا وكيشكروني وكيكونوا كيقلبوا عليا صراحه فريمون. البارح والبارح اربعه ديال الناس اللي هازي التليفون كيقلبوا عليا بالتصويره، حيت قلت لهم فاس ما عارفينش بالضبط فين انا. يا كنقول لكم فواد فاس، اللي بغى يجي عندي مرحبا بارايور بليس. المهم ما نطولش عليكم البنات، بزاف 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 منكم كيسولوني ديما لبناء عافاك عطينا شي وصفه ديال بومزوي ولا مسار غازات في المسار ولا بومزوي كتحيد لنا الشهيه كتنحرق الراس كنكونوا ضعيفين ما كنصححوش. بزاف منهم بومزوي شويه خاطر خطير شويه قاسح فريمون كيضرنا بزاف. انا دابا قبل ما ننسى دابا قلت انا واحد الاخت بغيت نقول لها تسمح لي بزاف تعطلت عليها حيتاش غير البارح تواصلت معايا عاوتاني لبنى عافاك ما تنسانيش في الوصفه ديال بومزوي، وماشي غير هي بزاف بزاف بزاف. بغيت نقول لك اختي هانا حطيت لك الوصفه ديال بومزوي وها انايا جيت نكونسيها معاك بحكم ديجا انايا كان عندي هذا المشكل هذا وما بغيتش نبارطاجي معكم حتى شي حاجه تنشوف انا النتيجه ديالو. قبل ما نشوف النتيجه ما قدرتش نحط لكم حتى شي حاجه. دونك على بركه الله اول حاجه البنات انا مشيت لعند الطبيب باش خديت الدواء ديال بومزوي، ولكن عطاني دي كونساي اللي مشيت عليهم انايا جيت باش نقولها لكم. بالنسبه للدواء انا ما قدرتش نشارك معكم لان كيبقى داك الدواء ديال الطبيب، غنشارك معكم شنو اللي عطاني انايا بالنسبه للنظام الغذائي ديالي اللي طرد لي السموم وقاد لي المسرات ديالي وحيد لي بومزوي باش صحيتو. كتسولوا لي البنات كيفاش صحيتي وتبارك الله فريمون انا دابا راني دايره ريجي باش نقص باش نحيدو الكريشه باش نقاد الوجهيه فريمون والله الا دايره ريجي باش نقص مي تبدا داك النظام الغذائي اللي عطاني لقيت واحد الراحه اللي هي فريمون شامله. غنبدا معكم اول حاجه البنات بالنسبه للغذاء النظام الغذائي وبالنسبه للعشوب اللي درت مع الدواء. الدواء كيبقى داك ديال الفارماسي ديال الدكتور ما يمكنكش في الفارماسي تعطي لك بلا اوردونونس، دونك ما عنديش علاش نكونسييه تمشيو للطبيب يعطيكم الاوردونونس ديالكم وتمشيو بها. اما بالنسبه للنظام الغذائي اللي مشيت عليه انايا انا نقول لكم شنو درت وتاش قديت الامور وليت هكا وعجبني الحال في المصيرنات ما كتبقاش منفوخه ما كتبقاش كتقد فيه ما كتبقاش بزاف الحوايج كتفتح لك الشهيه. اول حاجه البنات قال لي صراحه دكتور ماشي دكتور قال لي حيد المقلي اي حاجه مقليه تحيديها، القهوه مخلطه تحيديها، اتاي تحيديه، الحوامي تحيديهم، الزيوت شي حاجه كلشي مقلي اللي دام داكشي تحيديه، مشروبات الغازيه تحيديها نهائيا، المصبرات شنو واحد اخر، الهريسه الحار بصفه نهائيا، الهريسه شي مطيشه بالقشور ديالها اي حاجه فيها الحوامض حاولي تحيديها ما تجيو تاكليها تنقيها وطيبيها عاد باش تاكليها. شنو واحد اخر، المشروبات الزيوت المقليات اتاي لا اتاي ما كنشربش اصلا نهائيا كنت كنشرب قهوه حيتها قهوه زيوت مشروبات غازيه اي حاجه من هادو اللي قلت لكم البنات حاولوا ديكونسيوها عليكم ماشي كونسيي ديكونسيي حاولوا تحيدوها. حاولوا تكثروا من ولي حتى اللي عنده مشكل ديال كونسيباسيون ديال القبض ما تبعي هاد المشكل هاد النظام الغذائي اللي نقول لك عليه فريمون انا لقيت عليه الراحه ديالي بزاف. اول حاجه البنات حاولوا تاكلوا ما تاكلوش الفورس تاكلوا غير الزرع كما قلت لكم البنات حاولوا تاكلوا غير الزرع طحين كومبلي بلا ما تحيدوا لا الخل لا والو كتحيدوا داك الخل القويه قويه وكتعتجني الا عندك زرع في الدار ما عندكش كتشري كتشري طحين كومبلي. انا حيدت نهائيا الفورس شي حاجه بيضاء ملاوي مسمن حرشه اي حاجه فيها الخبز الطحين الابيض حيديه
فريمون كيعطيك واحد كونسيباسيون واحد انتفاخ الغاز للمسار ديالك خطير. انا حيدته نهائيا لقيت واحد الراحه اللي فريمون زوينه. حيدي نقصي من مشيت نقصي حاولي تاكلي العشاء ما تاكليش تفت في الليل قطعي مع 8 ونص 9 الماكسيموم تقطعي باش تقطعي ما ناكلش في الليل الخبز حاولي تاكلي هذه سلطه فيها مطيشه فيها الخيار فيها الخس كثير من الخس بزاف اي حاجه فيها شي حاجه خضراء بحال الصبانخ بحال البقوله بحال الخس تاكليهم حيت لا كونسيباسيون كتكون عندنا في المصارن كتقاد كيقاد لك المصارن كيما قلت لكم خبز كومبلي كيقاد المصارن. حاولت انا ناخت حاجه فيها النشا حيدت المرقه بزاف صراحه وليت كندير غير لي سلطات كناخد سده ديال الدجاج. حاولي تاخدي هكا لي فخوي حتى هما كيعاونوا فيهم الماء بزاف. كلوا القرقع اللوز فريمون زوينين بالنسبه لهذا المشكل ديال بوم زوي. هذا النظام الغذائي اللي قدرت تمشي عليه ولكن البنات حاولوا في الصباح تقدري تاخدي سميتو الشوفان بالبيض ولا الشوفان بالحليب المهم كيجي زويون كناكلو دابا الصراحه انا بزاف. الخبز حاولوا ديكونسيو واحد شويه بالاخص في العشاء تقدري تاخدي في الغداء كلي تمشاي في الفطور ماشي مشكل تاكليه مي ما تاكليش بزاف. هادو هادي الوصفه ولا شي وصفه بليطو النظام الغذائي اللي تمشي عليه نتينا صدا سمحوا لي النظام الغذائي تقدري تمشي عليه. بالنسبه للدواء انا كما قلت لكم الدواء مي نقدر نعطيكم حاجه وحده اللي شنو هي ازير الزعتر والمورينغا. هادو البنات فريمون زوينين تاخدي ازير تاخدي الزعتر تاخدي المورينغا تقبطي تحنيهم كاملين توليهم على شكل بودر وديريهم في واحد الكاس ديال الماء في واحد حكا قرعه بحال هكا وديريهم لقاع ديال جوج ماشي مشكل وديريهم وتقيد مره مره تاخدي ما نقولك عليا واش في العشيه ولا المهم مورا الماكله قبليتو قبل الماكله تحاولي تاخديهم كيعاونوا لنا انتفاخ ديال المسار ديالنا كيخليو لنا المسار ديالنا مرتاحين كيحيدوا لنا بوم زوين. بالنسبه للدواء انا قلت لكم البنات ما نقدرش نكونسي معكم الدواء علاش لان كيبقى ميديكال شي حاجه ميديكال ما اصلا في الفارماسي ما تعطيكش بدون بدون اوردونونس كتسمى برودوي طابلو شي حاجه ديال طابلو ما نقدرش نعطيه لكم. انا هذا النظام الغذائي اللي مشيت عليه فريمون زوين وانزيد لكم تاخذوا ويدو ماساج ازاله السموم من الجسم اي ويد ماساج ما نعرفش نقول لكم شي سميه اي ويلد ماساج كيما بغى يكون عندك تقبضيه وتخدميه لكرشك على شكل دائري كتقولي زيت مع مسار اي حاجه دهنتيها كتدخل كوني هانيه ويلد ماساج دهنيها كيعاوننا على السيركيلاسيون ديال المسار ديالنا كتخدم وكتقاد لنا. هذه هي وصفه ولا هذا هو الكونساي اللي نقدر نعطيه لكم بالنسبه للبوم زوي ولا الامعاء المسار ديالنا الغازات الانتفاخات اي حاجه تبعي هذا الكونساي هذا اللي عطيتك وهذا النظام الغذائي وترحمين عليه فريمون زوين بزاف بزاف بزاف. هذا هو لا فيديو ديال هذا النهار ما تنساوش ما تبقاوش عليا بلي لايك بلي كومونتير بلي بارطاج وكنموت عليكم باي باي.